الإصابة تنهي موسم سفيان كركاج البكاوي، الرجاء الذي يحتج أول من استفاد من البرمجة، وثيقة التلاعب بمباريات البطولة تصل للبرلمان، الشرطة تلقي القبض على نجم الزمالك قبل قمة بركان، تتويج مغاربة الأياكس بالدوري الهولندي. أهلا بكم. تعرض سفيان كركاش لاعب خط وسط ميدان فريق المولودية الوجدية لكرة القدم لإصابة بالغة خلال المباراة التي حل فيها فارس الشرق ضيفا على الرجاء الرياضي يوم السبت. وعلم لوتر وسونس وسونس بور من مصادر مقربة للفريق الوجدي أن سفيان كركاش خضع لفحوصات دقيقة بالأشعة يوم الاثنين أثبتت تعرضه لإصابة بالغة على مستوى كاحل قدمه اليمنى، ما سيتركه يبتعد عن تدريب الفريق لأسبوعين. وفي خبر آخر، اعتبر عبد الرحمن البكاوي الكاتب العام للعصبة الاحترافية لكرة القدم والمسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية أن احتجاج مجموعة من الأندية الوطنية على البرمجة خلال الأيام القليلة الماضية شيئا عاديا في ظل سعيها للحفاظ على مصالحها الخاصة. وقال البكاوي في تصريح خاص به لوتر وسونس وسونس بور أن فوز القجاع كان قد أوصى بتسهيل مأمورية الأندية التي تشارك خارجيا من خلال برمجة تساعدها على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن الوداد مرشح للعب مونديال الأندية في حال تجاوز الترجي التونسية، مشددا أن الرجاء هو الآخر كان قد استفاد في وقت سابق من برمجة استثنائية بتأجيل مباراة له أمام أولمبيك سافي برسم الجولة التاسعة بسبب التزامه بمنافسات كأس الكونفدرالية، رغم أن القانون يلزم الجامعة بضرورة إنهاء مباراة الذهاب قبل بدء الإياب. أخذ ملف شبهة التلاعب بنتائج مباريات البطولة الاحترافية أبعادا جديدة، فبعد تصريحات رضوان الغازي رئيس المغرب التطواني إذ أكد من خلالها أن الروح الرياضية غابت عن المباراة الأخيرة التي جامعت فريقي الكوكب المراكشي وضيفه يوسفية برشيدة مشككا في نتيجة المباراة. وتقدم البرلماني نور الدين الهاروشي عن حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والرياضة بخصوص الشبهة التي تحوم حول المباراة المذكورة. نشرت تقارير إخبارية مصرية أن الشرطة ألقت القبض على اللاعب التونسي حمدي النجاز المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري. وأوضحت التقارير أنه تم القبض على حمدي النجاز وإحالته على النيابة العامة بسبب عدم وجود الرخصة واللوحات المعدنية الخاصة بسيارته. ونختم بخبر تألق اللاعبين المغاربة، حيث توج أياكس أمستردام بطلا للدوري الهولندي في كرة القدم للمرة 34 في تاريخه بفوزه يوم الأربعاء 15 من ماي على مضيفه ديغرافشاب بأربعة أهداف لواحد في المرحلة 33 بعد أسبوع من خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام الإنجليزية. ويلعب للفريق الهولندي الثلاثية المغربية حكيم زياش، نصير مزراوي وزكريا الأبيض. وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعكم الإلكتروني lotrewassonswassonsport.ma. نهاية الموجز، إلى اللقاء.